إبادة جماعية وتزوير انتخابات، التفاصيل الكاملة لانقلاب الجيش في ميانمار واعتقال هؤلاء. تصدرت ميانمار الأكثر بحثا وتداولا على الموقع العالمي جوجل في العديد من البلاد بعدما استيقظت ميانمار على خبر الانقلاب الصادم الذي شنه الجيش على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة، والتي جاءت بعد سنوات طويلة من حكم عسكري بقبضة حديدية على البلاد. ويعطل الانقلاب العسكري مسار سنوات من الجهود المدعومة من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار التي كانت تعرف سابقا باسم بورما وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي. وأعلن جيش ميانمار في بيان أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ ليانغ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبي داو ومدينة يانغون التجارية الرئيسية، وانقطع بث تلفزيون رسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وذكرت تقارير صحفية أن المواطنين شعروا منذ أيام أن شيئا كبيرا قد يحدث بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية. وما أن وقع الانقلاب حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب النقود، وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت. وأهم المعتقلين في الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار هي أونغ سان سوكي التي اعتقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت إن سوكي ورئيس ميانمار وين مينت وزعماء آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح. ونشر عضو بالبرلمان مقطعا مصورا على فيسبوك يظهر على ما يبدو اعتقال النائبة في البرلمان بابا هان، ويظهر زوجها في المقطع وهو يتوسل لرجال في زي عسكري يقفون خارج البوابة أن يتركوها وشأنها، كما يظهر طفل صغير يتشبث بصدره وينخرط في البكاء. وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الجيش للانقلاب بشكل مفاجئ على الحكومة، فإن هناك مجموعة من العوامل التي لعبت دورا في ذلك، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد لسوكي. واعتبر الجيش في البيان الذي أصدره أن الانتخابات مزورة، وفاز حزب سوكي بنسبة 80% من الأصوات في 2 انتخابات فقط تجرى منذ أن وافق مجلس عسكري على تقاسم السلطة في 2011. سبب آخر للانقلاب مرتبط بانعقاد البرلمان لأول مرة منذ الفوز الساحق، إذ جاء تحرك الجيش في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين قبل ساعات فقط من الجلسة، كما أن التوتر بين سوكي وقادة الجيش وصل إلى ذروته خلال الأونة الأخيرة، فبالرغم من أنها وقفت إلى جانب الجيش عندما تم اتهامه دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي روهينجا عام 2017، فإن التوترات بين الجانبين ظلت كبيرة بسبب دور الجيش في السياسة.